أما سؤالك هل المنتقم من أسماء الله؟ ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال ليس من أسماء الله الحسنى، وإنما جاء في القرآن مقيدا كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، وكذا إن الله عزيز ذو انتقام، وهذه الآية السابقة إن الله عزيز ذو انتقام جاء معناه مضافا إلى الله، هذه نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات مطلقة كما قال ليس فيها عموم. ولذلك قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى ليس من أسماء الله، لأن الانتقام ما جاء إلا على سبيل الوصف أو اسم الفاعل مقيدا كقوله إن من المجرمين منتقمون.